الحقيقة هي مخاوف أكثر من أدلة. ما تحدث فيه المسؤول الأمريكي هي مخاوف، بدليل أنه لم يشبع قوله بأي دليل. العكس صحيح، أنه القطاعات الأمريكية تتحرك بالمنطقة، الطائرات حاملة الطائرات، البوارج جاي تتحرك بالمنطقة من قبل أمريكا. ولكن عذرا على المقاطعة أستاذ أحمد، كي لا نبتعد كثيرا عن هذه الفكرة، يعني اليوم المسؤول الأمريكي في البنتاغون أكد بأن دخلت أسلحة نوعية عبر الحدود إلى العراق، إلى هذه الفصائل التي تدين بولائها لإيران بحسب وصفه. نعم أستاذ، أنا ما أنكر التصريح، أنا أقصد أنه التصريح لم يكن مشفوعا بدليل. هذه التصريحات والتصريحات التي سبقتها حتى من ترامب نفسه هي تندرج بإطارين. الإطار الأول أن إيران حينما تم اغتيال القائد سليماني وأبي مهدي المهندس رضوان الله عليهم، كانت إيران توعدت أمريكا بالرد، وأمريكا على مدار سنة تنتظر الرد، وبحكم قرب الذكرى السنوية تتوقع أمريكا أن يكون الرد متزامن مع الذكرى السنوية. هذا أولا. ثانيا، ترامب يسعى جاهدا لافتعال معركة كي يدخل أمريكا بمرحلة طوارئ حتى لا يسلم الرئاسة ويخرج من البيت الأبيض. هذان المدعيان مهمان جدا أن يستقرهم المحلل السياسي وأن يضعهم على الطاولة ويحلل التصريحات الأمريكية. لن تقبل التصريحات الأمريكية عند هذا الحد. انتظر غدا وبعد غد وبعد وبعد، ستجد أن هذه التصريحات بتصاعد، وأن ترامب يفتعل الحدث وأن أمريكا تفتعل الحدث حتى لا يسلم الرئاسة أولا، وثانيا لاقتراب الذكرى السنوية للعملية الغادرة التي شنتها الأمريكان في العراق. طيب اليوم كيف يعني ستلقي سواء استغلال العراق كساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، كيف ستؤثر على هذا البلد الغارق أصلا في المشاكل الداخلية والخارجية؟ بالطبع وضع العراق لا يحتمل هذا الصراع الجاري بين أمريكا والجمهورية الإسلامية على الأرض العراقية. هي هذه المعركة فرضت فرضا. اليوم الأدوات كلها تتحرك على الساحة العراقية. أمريكا عندما أجرت العملية التي مرت عليها سنة باغتيال أهم شخصيتين تقريبا في العراق وفي إيران، وهذا بحد ذاته يدلل على أن أمريكا أيضا هي اختارت الساحة العراقية لإدارة الصراع. إدارة الصراع بالعراق إلى الآن تدفع فاتورة هذا الصراع الشعب العراقي ومؤسسات العراق والتداعي الاقتصادي الحادث في العراق. نعم، من بغداد المحلل السياسي الأستاذ أحمد العبادي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.